وما يتأذيش عما اللي تعاني. حلال ترك ترفع قضية على والدتها منى السابر. ما بعرف كيف بدي أوصلت لك هالشعور البشع. أنا إن شاء الله في الأيام الجاية رح أتكلم ولازم أتكلم لأنه خلاص ما في مفر. بهالكلام قبل يومين قالت والدة حلال ترك منى السابر إنها رح تكشف عن معلومات وأسرار جديدة بخصوص خلافها مع بنتها اللي شغل الرأي العام بالسنوات الماضية وتجدد مؤخرا. يعني خلاص في أشياء لازم تبين، لازم تبين على حقيقتها، لازم ان الناس تعرف شنو الموضوع. وقبل ما تكشف منى التفاصيل اختارت ايتي بالعربي لتفجر مفاجأة. عدة عبارات مبطنة تحمل يعني اشياء انك حتكشفيها ربما عن حالة ترك بنتك او عن اهلها، فشو الحقيقة؟ الاشياء اللي انا بدي اكشفها انه حلا رفع علي قضية. معقولة في بنت بترفع على أمها؟ معقولة حلا ترك ترفع قضية على والدتها منى السابر؟ بالنهاية هي مو في إيدها، لأنه اللي حواليها والجو بشكل عام ما في أم وما في بنت أصلاً ترضى أنه هي أنه البنت ترفع قضية على أمها. يعني أتمنى من جمهور ما يحكم على حلا بالطريقة اللي هم أنه أمك، وأنه يعني تعرف ما حدا بيعرف كيف الظروف اللي حلا عايشتها. فمع أنه هاي هي الحقيقة، لكن منى السابر مقتنعة بأنه بنتها حلا مستحيل تكون هي اللي أخذتها القرار، بدليل اللي صار وقت لقائهم بالمحكمة. هل في مشهد التقيتي فيه في المحكمة مع حلا؟ كيف كان اللقاء؟ ما بعرف كيف بدي أوصلت لك هالشعور البشع. يعني شفتها بس هي يعني كانت بدها تسلم علي بس ما خلوها تسلم. يعني ما في أم تستوعب الشيء اللي عم بيصير، يعني وخاصة لما تشوف أولادها في محاكم. بتمنى القضاء أنه ينصفني خلاص، لأنه أنا تعبت، يعني تعبت وبدي أولادي يرتاحوا. إن شاء الله يعني تحل الأمور وديا ونلاقي المشهد بدل ما يكون في وقوف في المحاكم عناق خلف الجدران المغلقة. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أستاذ ربيع. يعني أنا ما بتمنى أنه أشوف حالات نحط في مواقف وأنا نحط في هاي المواقف، لأنه أنا بالنهاية أنا أم وبعاني. يعني أنا شنو رسالتي؟ أنا رسالتي بدي توصل لأنه أنا أبي ولادي يعيشوا في بيئة صحية، ما حد يضغط عليهم، ما حد يخليهم يتكلمون كلام هما أصلاً مو حلوة بحقهم. فكلنا بنعرف قصة حلا والتشتت اللي بتعيشه على صعيد العائلة، فهي عاشت فترة مراهقتها وسط خلافات عائلية ما إلها نهاية، وهالتخبط بيبان في أجوبتها لما تنسأل عن العيلة. آخرها كان بلقائها مع مصطفى الآغا ببرنامج صدى الملاعب لما سألها عن أهم ثلاث أشخاص في حياتها. تيتا عمتي وخالتي. ما حبيت اللقاء اللي صار وكيف طريقة الأسئلة، وحلا برا بيبي يعني لساتها يعني قلبها أقصد مو إنه في عمرها. الأسئلة اللي بتجيها فجأة وتنحط في مواقف أنا بصراحة يعني جدا جدا أنا مستاء وزعلانة إنها تنحط في هاي طريقة الأسئلة وهيك، يعني ما عجبني أبدا. تيتا وعمتي وخالتي خير إن شاء الله. بالعكس انه هي ذكرت بعض الاسامي انه ليهم الفضل، بس بالنهايه هذا الشيء عمال يدينها، لان هي عمال تهمش ابوها وعم تهمش امها، فهذا الشيء مو من مصلحتها. يعني حتى لو حلا مثلا ما بتحكي معاي، وحتى لو هي مقاطعتني كصوره قدام الناس انها تطلع بهاي الطريقه، هاي انا ما اقبلها عليها. وكأي ام بعيده عن بنتها، منى بتعاني من البعد ومن تاثير الناس على علاقتها بحلا، خاصه انه هالفتره حلا عايشه في دبي وما في اي تواصل بينها وبين أمها، لهيك بتوجه لها الرسالة من خلال إيتي بالعربي. أنا بس حابة أوجه لها كلام، بقولها يا حلا أنا بالنهاية أنا أم، وما تعرفي قيمة هاي الكلمة إلا لما تصيري أم. أنت بالنهاية بتضلين بنتي وبدي أشوفك أحسن العالم، بس بليز يعني حسي في أمك قديش عمال تعاني، لأنه أنا ما بحب إنك تنحطي في هاي المواقف، وخاصة أنت معروفة والكل أنا متأكدة 100% إنه هم حابين إنه حلا تكون في حضني، وإن شاء الله أشوفها عن قريب، لأنه أنا فعلا حابة أشوفها ويمكن أنزل دبي يعني أشوفها بشوف كيف الطريقة، لأنه بالنهاية نحن مو ماخذين شيء من هالحياة أستاذ ربيع. نحن بالنهاية بني آدمين لازم الواحد يعيشها في سلاسة، يعني ما بلاش هالمشاكل وطريقة الحياة والصراعات هذه.
عادي، لانه بالنهايه هدول اولاد بكره راح يكبروا، بكره راح ينشئوا كمان، راح يصير عندهم عيال، كيف بدهم يربوا اولادهم؟ بس لا حول ولا قوه الا بالله.